اذا ما عرفت اساعدك انا ان شاء الله. انت بس اكل في العلم، اكل العلم صار ماي. كارفور البحرين يحتفلون بطريقتهم بالعيد الوطني، مجموعه من الاسئله اللي تخص البحرين، الاسئله وصارت عندي والكوبونات وراي، وصار الوقت نبلش. تعال لحظه حبيبي، يا هلا، شلونك؟ ما شريت شيء ها؟ انا اخليك تشتري اليوم، ما عليك ضبطي. بس هاي ماكنتوش ذكرني بايام مستشفى السلماني. أيه بالزيارات. اي صح، هاي هاي هذه البصمه ذي مالت الكل. أيه حق الروحات. أيه يعطيك العافيه. انزين، عندنا كذي اسئله خفيفه. أيه عاده بكارفور مقدمه جوائز حق الناس اللي موجودين معانا وزبائنهم، فبنخليك تسحبين سؤال وبنسألك السؤال. إن شاء الله. أنت شاطرة عادة في التواريخ، في المعلومات. إيه شاطرة. شاطرة في المعلومات. إن شاء الله. يلا توكل على الله. بسم الله. نقول بسم الله. تفضل. إنزين. أشوف. لا عيل أنت. لا أنا أخاف تجيبين جوائز، تعرفين شنو جوائزنا؟ إنزين، سؤالك يقول كم عدد المحافظات الإدارية التي تنقسم إليها مملكة البحرين العربية؟ المحافظات. خمسة. إنزين، شنو هما خمسة؟ متأكدة خمسة؟ والله ما أعرف. متأكدة خمسة؟ الشمالية. إنزين. الجنوبية. حلو. إنزين، محافظة محرق. حلو. بعد عندنا محافظة العاصمة. حلو. كم صاروا؟ أربعة. 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 خمسة من وين بتحطين محافظة جديدة؟ يمكن جات الخير. هنشوف شنو سؤالك. فأنت امسكي الأسئلة، خليني أشوف. حلو، والله سهل. يقول متى تم اكتشاف أول بئر نفط في البحرين؟ أعطيك خيارات. تمام. الخيار الأول 32 سنة 1932، سنة 1930، 42 أو 40. سهلة. يلا. سهلة كتير. ما بديش شاور. ما بديش شاور على الإجابة. على أول خيار. على أول خيار نتوكل. شو بتقول أم هلال بالبرنامج؟ بتذكر لما كانت تعمل حركة هيك؟ تقول ثبت. ثبت. ثبت على. ثبت. 32 إن شاء الله. ليك ثبت. ثبت على 32. صح صح. عمو صح صح الإجابة. ها البرنسس لابسة تاج. شو اسمها؟ تاج. على التاج. واو نايس نيم. أنت شو اسمك؟ الماس. شو هالأسامي الحلوة؟ زين هالمرة بخليك أنت تفتح السؤال. سؤالك يقول متى تم إصدار ميثاق العمل الوطني في البحرين؟ شوف أنا بسهل لك، هو في شهر نوفمبر وفي الألفينات، يعني في بداية الـ 2020. 2020؟ لا لا في بداية الألفينات. 2020 ما يصير، يعني 2001 2002 2022 أو 2000. 2000 2000 أسهل من كذي ما في بعد. والله العظيم عجبني. أسهل من كذي. قلنا اتفقنا على 2000 شهر نوفمبر. نوفمبر يجينا حق التاريخ هذا. الحين فتشش عندك من 1 ل 22. 22 ما؟ إيه سهلة. أقول لك سهلة. ما مو هي اللي ساعدتك. لا لا نهائيا. نهائيا. الكحة أنا بعد. ما عليش. إنزين علمنا أحمر أبيض. بس هاي المثلثات لهم قصة، يمثلون شنو؟ ترى شيء متعلق هو بالإسلام. أركان الإسلام. أركان الإسلام صح اللي قالتها ولا ويش فاطمة؟ وش جايبين تساعفينها ولا ويش؟ صح لا صح صح. بس بعد قالت فطم وشهد. صح صح. إنزين شاركين المسميات التاريخية لمملكة البحرين. أوال وتايلوس أرادوس ودولمون. أوال تايلوس ودولمون وأوال. صح ولا غلط؟ صح. أكيد صح. بعد أكيد واقف يمك، أكيد تعلمتها. في أي عام حصلت البحرين على كأس إذا ما عرفت سهل؟ إيه؟ قالت ماما سهل. إنزين لحظة أنت وشوشني بشوف إيش تقول. لا لا أنت قول فدني شنو اللي جابه؟ 2019. إنزين شنو اللي جابه؟ 2019. أوف صح. لك في الكرة؟ إيه. إيش شجع حن في كأس العالم؟ المغرب. سؤالك يقول متى تحولت البحرين من دولة إلى مملكة؟ 2002 2001 2005 2000. شو تقولين؟ ساعديهم. 2002 2001 عينك هناك. 2005 2002 2002 من غير مساعدة والصبعين اللي تحركوا هناك. اسحب لي أي سؤال. شوف اختبار اليوم، وعند الاختبار ويش
يكرم المار أو ما في إهانة إن شاء الله. نقول بسم الله. شنو سؤالك؟ يقول لك شاطر في الاجتماعيات أكيد. يقول لك متى نالت دولة البحرين استقلالها بشكل رسمي عن بريطانيا؟ راحت عليك. سنة 1970 ولا 71 ولا 72؟ لحظة بصك عيني لأن إذا ما جاوبت صح بصيح. 71. ها؟ شلون عرفت؟ شاطر في الاجتماعيات؟ 71 صح؟ يا أخي جاوب فاجأني. I hope this is very... What is that inside? This is a question. Okay. About Bahrain. No, I من هنا if you know that. أقصيادي. Your question is, what's the first school in Bahrain? First school, أول مدرسة in Bahrain. It's in Maharraq. First school. Okay, you know what's a gift with the Arabic? Gift. هدية. But if it's a lot of هدية, it's be هدايا. But we say الهداية. الهداية. Okay. القليفية. القليفية. See? Without helping you. So first school in البحرين and القليفية. الهداية. الهداية. القليفية. Again. First school in Bahrain is الهداية القلبية. سبحان الله. You know the answer. ما شاء الله. سمعنا بكوبون من كارفور. ألف مبروك وإن شاء الله نشوفكم في الجايات. حلو؟ أوكي أشوف. حلو. كوبون في سمعنا ب 10 دينار كوبون. ضاعت العشرة. راحت فوق. ألف مبروك الغالي. استأنسنا معاك. حط سيف. يلا حط سيف. إذا عرفت تختار شيء بوديك على دمشق. يلا. ولا بروح على البحر الميت؟ لا. على؟ وين راح البحر الميت؟ زي يلا اختار شيء. يلا اختار سيف. هاي. يلا. يا رب حظك الحلو إن شاء الله يا سيف. هديتكم عبارة عن كوبون إن شاء الله من كارفور تستاهلين.